تعادل سلبي بدون اهداف في الشوط الاول بين النادي الاهلي وصن داونز، وسط اداء اكثر من متواضع لحكم المباراه. النادي الاهلي قدر يحجم صن داونز وحد كتير جدا من خطورته، يمكن ما شفناش غير كوره بس اتلعبت براسيه شالها محمد شناوي كويس قوي، ولكن كانت الخطوره الحمد لله قليله جدا على مرمى محمد الشناوي. ولكن على العكس بقى افتقدنا الهجمات على مرمى صن داونز. هنشوف مستر كولر هيتعامل ازاي الشوط الثاني، ولكن قبل ما نتكلم عن الشوط الثاني نتكلم عن احداث الشوط الاول مع محللنا الكبار كابتن ماهر. اعتقد نتيجه منطقيه لاحداث الشوط الاول ونتيجه كويسه بالنسبه للنادي الاهلي. اكيد يا ايمن، زي ما احنا قلنا مهم جدا انك انت في الشوط الاولاني ما يجيش فيك جول، وطبعا واضح ان احنا دخلنا الجيم من بدايه المباراه في السبع دقايق الاولى، يعني كنا ضاغطين عليهم من قدام ومحاوله استحواذ، كان في جرأه بالنسبه لنا بشكل كبير جدا. وبعد كده انعكس بقى الحال بالنسبه لصن داونز، حصل ان زي ما احنا قلنا هم عندهم استراتيجيه في حته الاستحواذ والباص والتسليم من رجل لرجل، يعني فيها اتقان بشكل كبير جدا. هم برضك بيبداوا زي ما تعودنا وشفناهم قبل كده، بيبداوا الهجمه من حارس المرمى ثم خط الظهر ثم وسط الملعب، محاولات من ناحيه طبعا اختراق النادي الاهلي عن طريق هاني من ناحيه الاطراف، يعني كان في محاوله يمكن هاني عطل فيها بفاول من ضمن الفاولات، يمكن الهاف كروس اتعمل بضربه راس، يمكن دي كانت اخطر هجمه لصن داونز على محمد الشناوي، قدر محمد الشناوي ينقذها بشكل كبير. يعني 45 دقيقه او 48 دقيقه استحواذ لكن بدون ايجابيه بدون فعاليه. نتمنى ان الشوط الثاني يبقى بنفس السيناريو اللي انتهى بيه الشوط الاولاني. احنا بنحافظ وراجعين نص ملعبنا، واحنا لما نفقد الكوره بنقرب خطوطنا من بعض، مفيش محاولات بالنسبه لوسط ملعب صن داونز او مهاجمينه انه يخترق دفاعاتنا. نتمنى لكن يا ايمن، احنا في بدايه الهجمه عايزين ناخد الجرأه بقى وناخد الشجاعه ان احنا نبني الهجمه من تحت لقدام، يمكن على فترات دقيقه او دقيقتين حاولوا لعيبه النادي الاهلي، لكن نتمنى الشوط الثاني يبقى فيه فعاليه اكتر من كده بالنسبه لخط هجوم النادي الاهلي. كابتن شريف، شوط حتى الان نقدر نقول عليه يعني في توازن، مستر كولر لعب بتوازن نوعا ما، مفيش خطوره على مرمى صن داونز، ولكن برضو قلت الخطوره على مرمى الشناوي الا من كره واحده اللي اتعامل معاها الشناوي بصوره جيده. الشوط الثاني هل احنا اتعودنا من مستر كولر ان مبقاش فيه تغيير من البدايه، ولكن اعتقد ان في اكتر من لاعب خارج نطاق الخدمه في الشوط الاول. اولا التشكيل من اوله احنا بنلعب بتشكيل ناقص. انت صلاح محسن مش موجود في الملعب كويس، ولو عايز تلعب براس حربه لازم يبقى بيرستاو ويبقى حسين الشحات ورضا سليم، ده لو عايز تلعب كده. ايوه الشكل اللي احنا شايفينه ده انت ضغطت عليهم في اول 7-8 دقائق، بقيت موجود هناك وبقيت خدت 2 فاول وهددت، وكان ممكن يمكنك تخطف جول في اول المباراه ويبقى لك شكل تاني، لانك ضاغط على الفرقه دي ما بتديهاش مساحات. انت بتجيبهم لما بترجع لنص ملعبك بالشكل اللي انت بتقول عليه التوازن ده، ما هو ده مع الفرقه دي مش هتنفع، الفرقه دي على طول عامله عليك زياده عدديه بالاطراف بتاعتها داخله جوه نص الملعب، بيلعبوك 2-5-2 يا 5-3 يا بيلعبوك 3-5-3 كويس، فانت استحاله باي تاكتكس، لا 3-5-2 3-5-2 استحاله باي تاكتكس هتقدر تواجه الشكل ده. أي. عايز تواجهه بقى تطلع صلاح محسن وتنادي ياسر ابراهيم ورا جنب عمق في الثلاثه في العمق جنب محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، وتلعب وتلعب بخمسه 3-2 كويس، بتاو ورضا سليم، ده لو انت بتفكر في التوازن وقفل الملعب والدفاعات وتساعد بقيه الفرقه. انما انت بتلعب زي مش الراس على السلالم، لا يعني انت مش مدي حريه لنفسك حتى لما بتستلم الكوره بوجود لعيبه تقدر تعمل لك الرد فعل للهجمه الاماميه. حيالله هو بيرستاو اللي عنده السرعه وشويه اشتغل رضا سليم وبيضغطوا عليك ثلاثه، يا بيضربوك في رجلك يا ما بتعرفش تتصرف، لان مفيش سبورت ليك غير على فترات لما بيجي قفشه المعلول ورضا سليم
وتحاول تعمل اي هجمه اي مناوره، ولكن ليس عندك راس حرب اصلا. راس حرب بتاعك يروح ويرجع هو او غيره على فكره لو لعب، الا اذا وعزله، الا اذا بيرسيتاو هو الوحيد اللي بقى في المنطقه دي. ده مزعج وسريع ويقدر يتحرك يمين وشمال، وتقدر تنزل حسين الشحات كمان اكثر لو هتلعب بنفس الطريقه دي. انما غير كده لازم تشيل الراجل راس حربه ده خالص، ما تنزليش راس حربه براس حربه. ممكن نفكر في كهربا، الكلام ده الكلام ده مع الفرقه دي احنا واحنا قاعدين بيقولوا طب واحنا هنيجي في مصر هنلعبهم بنفس الشكل ده؟ ما ينفعش. فسيادتك لازم تبقى قاعد بتتفرج تشوف ايه الحلول. حلولك انك الفرقه تساعد بعض. تساعد بعض منين؟ من خارج الخطوط، من الكوتش اللي موجود. طيب كابتن اسامه، سريعا رؤيتك الفنيه لاحداث الشوط الاول. البدايه كانت جيده من النادي الاهلي، يعني عملنا اكتر من كره من ناحيه معلول ورضا سليم، والشكل كانك انت بتضغط وهم ارتبكوا شويه في اول 7-8 دقائق. بعد كده تراجعت والاستحواذ بقى تقريبا كله كويس لسان داونز. سبب التراجع ولكن هو ما انا قلت لك هو مش هتقدر تلعب مع الفرقه دي في وسط جمهورها بالاستحواذ اللي بيعملوه بدقه التمرير اللي بيعملوها، مش هتضغط عليهم طول الوقت. انت لازم تقفل المساحات ورا زي ما احنا قلنا، وتلعب على هجمات سريعه لما يكونوا هم ناقصين في الخط الخلفي، لان هم يحيروك. هم بيلعبوا بشكل ثلاثة في العمق ولكن كلهم بيطلعوا لقدام، يعني 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 40 اللي هو كوتزي ده سيردباك، بعدين تحس ان هو في نص الملعب على طول. رقم 13 عبد المنعم بوطويل اللي هو المغربي 13، تحس ان هو بين الباك والسيردباك، ما بيلعبش على الطرف كباك ولكن بيخش يهاجم على طول من العمق. مزبوط. يعني بيطلع في نص الملعب، فهم عاملين زياده عدديه كبيره جدا في نص الملعب، عندهم الاستحواذ كويس قوي، ولكن الحمد لله الخطوره ما كانتش كبيره على مرمى الشناوي. يعني هي كره طبعا اللي كانت هتبقى خطر جدا اللي استلمها زواني من ورا رامي ربيعه، بس عملها بصدره راحت طولت راحت للشناوي. والكره الثانيه اللي هي اتلعبت برده بالعرض عدت والراجل لعبها براسه، الشناوي اخرجها بشكل كويس. غير كده هم عندهم صبر كبير قوي في نقل الكره ومع عدم الاستعجال. انت بعد ال7-8 دقايق الاولانيين بتقفل وتدافع، ولكن مفيش تكمله في شكل بس الهجوم. بس خلي بالك الصبر ده كمان في صالح النادي الاهلي. ماشي، هو في صالح النادي الاهلي لو فضلوا بالطريقه بالزبط. دي بس انت المشكله احنا قلنا الشق الثاني بقى، انك انت بعد ما تقطع عشان تنقل الكره لقدام هي دي هي نقص. واحده مقطوعه، اثنين مقطوعه. يعني حتى رضا ابتدى شويه شكل كويس بعد كده اختفى، قفشه مختفي، صلاح محسن مختفي، بيرسيتاو محاولات يعني على استحياء مفيش حاجه خطوره بقى واضحه، مروان وديانج تحس بيجروا كتير بس في عدم تنظيم شويه. بس هو الحلو انه ما حصلش خطوره عليه. انا مع الكابتن شريف، انا شايف انه ممكن جدا صلاح محسن يبقى مش يعني يطلع، بس طبعا هو في بدايه الشوط الاول الثاني مش هيعمل كده لانه هو كمان طلع 0-0 بالظبط. لكن انا بقول بيرسيتاو يلعب في الامام ليه؟ لان هما بيهاجموا كتير وهتتفتح مساحات ورا. وينزل حسين الشحات زي ما بيلعب ناحيه الشمال ورضا سليم يروح ناحيه اليمين، يبقى بيرسي ورضا وحسين عندهم سرعات. او الحل الثاني انه قفشه ممكن بعد شويه يطلع وينزل حسين الشحات على اساس انه يقوم بدور صانع اللعب ويقدر يكمل في التلت. لما انا شايف وجود حسين الشحات مهم، ولكن ممكن عشان النتيجه طلعت 0-0 مش هيبقى من بدايه الشوط الثاني. ومن الممكن هل من الممكن ان هو يغير الشوط الثاني ولو النتيجه فضلت مستمره 0-0 وتعتبر في صالح النادي الاهلي ان هو يلعب بثلاثه فلات في نص الملعب؟ ممكن، بس مين؟ ما هو حسين اقرب واحد يلعب، مين هيقدر يلعب؟ لا انا قصدي على حساب قفشه، يعني ممكن يلاقي أيوة مثلا احمد كوكا ينزل نص الملعب. بس انا بتكلم لو الامور يعني وصلت للنهايه مع احترامي كوكا لعيب كويس وكل حاجه، بس خبرته في مثل هذه المباريات هتبقى صعبه شويه. يعني انت لو عايز تعمل دي ممكن تلعب حسين الشحات، لكن انا شايف هتبقى صعبه ان يبقى كوكا ومروان وديان. انا وجهه نظري هتبقى صعبه شويه. كابتن عادل، شوط اول حتى الان نتيجه في يعني نتيجه طيبه بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن ماذا سيحدث الشوط الثاني او ازاي مستر كولر هيفكر في التعامل مع الشوط الثاني؟
هو انت مشكلتك الشوط الاولاني توصيل الكره للجزء الثاني، ولكن انت دفاعيا انا شايف ان صلاح محسن في عزله. انت دفاعيا واقف كويس. كويس، انت بتقابلهم من نص الملعب زي ما اتفقنا وقلنا لازم نقابلهم كده لانهم بيلعبوا كره على اعلى مستوى. الجزء الامامي بيعملوا الباص، هم مش مستعجلين، ولكن انت مقفل تقفيل كويس، مقفل عليهم. انت بتلعب بالثلاثه بتوع بالاثنين بتوع نص الملعب زائد الاربعه واقفين ما بيعملوش الزياده العاديه، عشان كده انت مالكش تواجد كتير في الحته الهجوميه. عدم تواجدك في الحته الهجوميه عدم طلوعك بالكره، انت بتلعب الكره طويله وبتتقطع وبترجع عليك تاني. بالظبط. فعلشان كده لازم يبقى في محطه ليك في الحته الاماميه، محطه ليك في الحته الاماميه لازم تزود حته نص الملعب، بتنزل واحد كمان ثالث في وسط الملعب عشان تمسك الكره، لان هم متفوقين عليك في نص الملعب. فانت لو نزلت واحد ثالث في نص الملعب يقدر يستحوذ على الكره. قفشه هو بيلعبها ولكن قفشه هو تحت ال 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 الثلاثه اللي فوق. الحته الثانيه ان الطرفين بيرستا ورضا سليم بعاد شويه فوق، لازم ينزلوا نص الملعب علشان تعمل الزياده العاديه. هم طلوعهم فوق وطلوع قفشه كمان فوق مخلي في نقص عددي في نص الملعب. الاثنين اللي بيتمسكوا في نص الملعب عندك ديانج بيتمسك و مروان عطية برضو بيتمسك، ولكن مروان عطية مش 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 اللي هو مش البصير اللي ممكن يمسك الكرة. فحتى قفشة لما بينزل في نص الملعب بيتضغط عليه ضغط كبير، لأنه هم عاملين الزيادة العددية عليك بالطريقة اللي هم بيلعبوا بيها، وبيزودوا كمان واحد. هم يمكن بيلعبوا 3-4-3، ولكن أحيانا بيخلوا الاثنين وبيخلي الثالث ده اللي هو معاهم في الوسط بيطلع نص الملعب. صحيح. وبتاع نص الملعب بيطلع عند اللاين فيرود، علشان كده ضغط عليك من بعيد، علشان تروح الناحيه الثانيه لازم يجب انك انت يبقى في سرعات من بيرستا وريدا سليم وباص متقن في الحته اليمين. وصلاح محسن يجب انه يحتفظ بالكره شويه، هو عمال يجري ولكن في نفس الوقت ما بيعرفش يستحوذ على الكره، الكره ما بتجيلوش بانضباطيه سليمه. ولكن في اخر الامر اقدر اقول لك انك انت النتيجه جيده بالنسبه لك. الاداء انا ما يهمنيش الاداء، انا يهمني ان انا اطلع من المهمه الاولى بنتيجه ايجابيه ليك ان شاء الله، عشان ترجع مصر هنا تقدر انك انت تكسب بمجموع المباراتين. انت اللي ضغط نفسك. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني تحقيق نتيجه طيبه. هنروح لفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظروا.